مثل ما تعودتوا عم نطلع لكم يوميا على شاشة الام تي في ونهي لكم طريقة الشوبينج مع شوبينج باي بست سيلر. غرض متنوعة ومميزة واسعارها كتير مقبولة. انتوا قاعدين بالبيت بدكم بس تتابعونا وتختاروا الايتم يلي بهمكن وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيصل لعندكم من دون اي كلفة اضافية وين ما كنتوا بلبنان. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح، الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا من برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب $34 وللدوبل فيتراج ب $60، والأهم إنه مكفولة لسنتين. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية. شو أورجانايزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز. شو أورجانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل. شو أورجانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكزيات مرتبة وإلى غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا إنه نختار الشوز. قياسها مناسب كتير 55 ب60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو تراستيكين. هي عصر التعكيز كتير متطورة وسعرها بس $39، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله انه في شيء منه قادر يعمله. رح لكم كيف. اولا معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا، وبيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. ثانيا بيجي فيها ضوين، ضو لنشوف قدامنا وضل لنشوف الارض. وثالثا واخيرا بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها اسهل بكثير وما بتعود توقع كل ما فلتت من الايد، خاصه الاشخاص الكبار بالعمر لانه على الاكيد رح يكون عندهم صعوبه انه ينخوا ويلموا العصا. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 واحصلوا على تراستيكين ب $39 فري ديليفري وين ما كنتوا بلبنان. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطى الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخد وقت كتير. مع 60 سجن تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا، والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سجن تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود، بأصبع واحد 3 4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سجن تبولة مقفولة لمدة سنتين وفيكن تحصلوا عليها ب $32. مش بس هيك، بيجي معها هالسلاد بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. لكل ستات البيوت يلي بتهمهم ريحتهم، سوي برو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلها شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزنها الكيلو الواحد. بسحب كل شيء من الكبير للصغير، ان كان على السجاد على البلاط وعلى الباركي. مثل ما شايفين بيجي معها بطاريه وشارجر، ما قلنا الا نشرجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركي، بدنا بس نمرقها على الارض وما في لزوم ابدا نشد، نتركها تمشي لوحدها. والشيء المنيح كمان انه شكلها الجديد تريانجل لحتى تقدر تنظف الزوايا بكتير سهوله. واذا بدنا نمرقها تحت التخت او الخزاين او حيلا شيء ثاني، شوفوا شو براكتيكال، بنوطيها بهالشكل وهيك بصير فيكم تفوتوها وين ما بدكن. واكيد هذا الشيء بينطبق مثل ما قلت لكم على السجاد كما على البلاط. سوي برو بلس بتبرم 360 درجه، يعني بمختصر فيكم ما تعطلوا هم اذا اولادكم وقعوا بسكوي او كورن فليكس او حيالله شيء ثاني. كثير سهله التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقه بنفضي الجرور الكبير من الاوساخ.
سويبرو بلس مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبداً. سويبرو بلس هي ماشين ما منضبها لأنها تستعمل 365 يوم بالسنة، والعرض هلأ مع سويبرو بلس في ثلاث هدايا، قطعتين ستيكي برو لتنظيف الفوتويات والتياب وكتير إشياء غيرهم، وهالفرشية حتى إذا بدنا نشيل شي على السريع. سويبرو بلس أكيد مكفولة لمدة سنتين، لتحصلوا عليها تصلوا على بس سلورة على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم ب 46 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. لكن يلي بحبوا يعملوا اكسرسايز ليشدوا عضلات معدتهم وعضلات ظهرهم فين يستعملوا هالكرسي يلي بكل سهولة فينا نعمل عليها 10 دقايق كل يوم من دون أي تعب، لأنه نحنا ما قلنا إلا نشد بظهرنا لورا وهي بترجع بتطلعنا، لأنها مزودة بأربع رسورات وهيك منكون عم نمرن عضلات معدتنا وعضلات ظهرنا بنفس الوقت. هالآيرون شير فيكن تحصلوا عليها بستين دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية بمجرد الاتصال ببس سالورا على 01-44-55-55. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم دائما تتصلوا على رقم بس سلورة على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.